فرصة وجودك معنا. يقولوا لمهدي جمعة وراه شركات كبرى تمول فيه، ذكرت حتى شركة توتال، ووفرت لك مبالغ مالية طائلة خلتك اليوم تعرض مبالغ لاشتراء نواب نحو تكوين كتلة داخل مجلس النواب، معناها تناغم مع موجة الشراءات، معناها شراء الروس في مجلس النواب. وانا نحكي لك وما نسمي لكش، حكيت مع نائب قال لي رو مهدي جمعة عرض علي 200 مليون باش نكون معناها ممثله في مجلس النواب. لا نائب هذا لازمك تجيبه في الاعلام يقول لك وقتاش وكيفاش. انت واحد كيف يخرج اشاعه يسالش يسال زوز ثلاثة سؤالات تتبين. لا هو بحضور مجموعه من الثقات الكلمه هذه تقال. لا ما يسالش، خليه يخرجوها شوف. هذا ما يمثلناش وما يشبهناش في تعاملنا ما عندنا حتى علاقه باي شركه وباي واحد، وهذه شركه توتال وشركه واحد يعني داخله في توتال ما عندها حتى كونترال هنا في تونس. صعب باش تبدا الامور واضحه، ما عندها حتى كونترال. هي على اساس انه غدوه كي توصل انت للرئاسه تولي شركه هذه تصول وجول في تونس. لا 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 هي ولا غيرها، احنا مشينا بكل وطنيه وبكل شفافيه وخدمنا مع الاداره. ولو تلقى باش نعطيك معلومه خلينا من المزايدات، وقعت فما اوديت على الاكزرسيس نتاعي في رئاسه الحكومه وفي وزاره الصناعه من طرف اجهزه الدوله. انا رجاء الاوديت هدايا في اطار الشفافيه بالله خليت تنشر، واكثر منك نطلب كيف كيف باش يوقع على اللي شد قبلي واللي شد بعدي تو الامور تبدا اوضح. هذا فلوس واحد لنهار اتصلت بايا كان لا نائب ولا حتى منخرط باش نعرض عليه فلوس، واحنا اليوم نمشيو بامكانيات المنخرطين والحمد لله عندي عباد يعتقدوا في المشروع يعتقدوا في المستقبل البلاد، وما حشناش بامكانيات كبيره ولا نشريو لا صوت ولا واحد ولا شيء لانه هذا ما يدومش واللي عملها في الاخر ما نجحش.